مساء الخير يا باشمهندسين، إيه لو الصوت واضح بالنسبة لكم ممكن تكتبوا لي على الشات زيرو. إيه باشمهندسة إيمان، لو حضرتك جاهزة تقدري تفتحي الشير. السلام عليكم يا باشمهندسين، أخبار حضراتكم إيه؟ دلوقتي هعرض عليكم ورشة كنا نفذناها في الوان ورك شوب. هي ورشة وان زون، وإحنا هنطبقها مع بعض. هي ورشة حوائط كلاسيك، هنطبقها مع بعض عشان يكون سهل عليكم بعد كده التطبيق اللي هتعملوه وترفعوه لنا على الصفحة. هعرض على حضراتكم دلوقتي صور الورشة دي. تمام كده؟ تمام. زي ما قلت لحضراتكم، دي ورشة سبق تطبيقها في الوان وركشوب، ورشة وان زون ريسبشن. زي ما حضراتكم شايفين، دي ده طراز نيو كلاسيك، والحقيقة دي الصور ال 3D بتاعتها، فعرضها على حضراتكم، ودي اللي احنا هنطبقها مع بعض النهاردة إن شاء الله عشان يبقى سهل عليكم بعد كده تطبيق نموذج من النت هترفعه لنا على الصفحة. زي ما انتو شايفين البنوهات، هو كمان حاطط بديل خشب. يعني هي بتتكلم شوية على الطراز الكلاسيك، وإن شاء الله هتبقى سهلة معانا في التطبيق. أنا هقعد على حضراتكم كل الحوائط. إحنا هننفذ الحائط ده عشان يبقى سهل على حضراتكم في التطبيق. تمام يا باشمهندس أيمن، تمام. توكل على الله. حابة كمان أعرض على حضراتكم جزء من تطبيقات المشتركين اللي اشتغلوا الورشة دي. زي ما حضراتكم شايفين، ده كان شغل لبعض المشتركين المميزين جدا في الوان، ونتمنى بإذن الله إن حضراتكم توصلوا لمستوى زي ده وأحسن كمان إن شاء الله. بس أحسن حضراتكم تفتحوا الأوتوكاد عشان نطبق مع بعض. بص يا باشمهندسين، باشمهندسة إيمان هطبق مع حضراتكم خطوة بخطوة، وما بين بعض كل يعني كام خطوة كده هنوقف ثواني وهنتأكد من حضراتكم إن انتوا ماشيين معاها على التطبيق، ما فيش حد متأخر أو في أي بوينت حضراتكم مش مستوعبينها بشكل كويس. اتفضلي يا باشمهندسة إيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا نبتدي بالحيطة دي، ده قطاع ايه هنبتدي بيه لان هو اسهل واصغر بالنسبة لكم، هيبقى اسهل بإذن الله في التطبيق. هنشرح شرح بسيط ولكن شرح مركز ان شاء الله تستفيدوا منه. طبعا اول حاجة ان احنا هنشتغل على البلان، وزي ما كان الباشمهندس محمد ذكر قبل كده ان هو معمول بلوك، وده بنعمله في المساحات الصغيرة. بنلجأ إن إحنا نعمل البلان بلوك، هيبقى أسهل علينا في الشغل لو بنشتغل على زون واحد. فنشتغل من جوه البلوك. طبعا زي ما حضراتكم شايفين الحيطة اللي إحنا هنشتغل عليها، هعرضها عليكم برضه تاني عشان تكونوا متخيلين. باشمهندسين، دي الحيطة اللي احنا هنطبق التجاليد بتاعتها على النموذج الموجود عندنا. وطبعا احنا مش لازم ناخدها زي ما هي كوبي بيست، احنا ممكن نغير فيها بحيث ان هي تتناسب مع المساحة اللي موجودة فعلا في الفايل. احنا لو قسنا الحيطة دي عشان نقسمها، اتمنى ان حضراتكم تكونوا بتطبقوا معايا. الحيطة دي زي ما حضراتكم شايفين 7 متر ونص، واحنا شغالين بالملي في الفايل ده. ثانية واحدة، هو ده شكل البنو اللي أنا اخترته.
ده نموذج كنا شغالين بيه قبل كده وهنشتغل عليه النهارده. هنبتدي نقسم الحيطة الأول، هناخد اكس لاين من خط المحاية، ناخد كوبي 20 سنتي، تمام، من الجهة التانية كمان اكس لاين على خط المحاية كوبي 20 سنتي، احنا كده أخدنا مسافة يمين وشمال الحيطة. هنشتغل في المسافة اللي في النص، هنقسمها بنوهات زي ما حضرتكوا شفتوا. هناخد طبعا البنو ده معمول بلوك عشان يبقى سهل علينا في الشغل. هنبتدي نتأكد إن هو على خط المحاية، تمام كده يا باشمهندسي. طيب في خطوة بس أنا كنت حابة أقولها للباشمهندسين، احنا كده لما قسنا الحيطة دي بعد المسافة اللي خدناها يمين وشمال هي 7 متر و10، تمام. فاحنا هنقسمها ازاي؟ احنا ممكن نقسمها بطرق مختلفة طبعا. هو في يعني تقسيمة معينة انا هقولها لحضراتكم، لكن برضو كل واحد ممكن يعمل تقسيمة مختلفة بحيث ان هي في الاخر تبقى شكل جمالي وشكل مميز ما تخلش كمان بالتصميم. فاحنا ممكن ناخد، احنا لو لاحظنا في الصورة اللي شفناها من شوية كان في مراية في النص، زي ما قلت لحضراتكم لاحظنا في التصميم ان في مراية في نص الحيطة. المراية دي هناخد 2 متر و10، اتفقنا ان احنا عندنا مراية في النص في منتصف الحيطة بالظبط زي ما شفنا في الصورة بتاعة التصميم. فاحنا هنقسمها ازاي؟ هنبتدي نقسم، فخلي حضرتك معايا بس ركزوا معايا في النقطة دي. هناخد 120 سنتي يمين وشمال، يعني احنا طبعا حطينا هنا بلوك البنو على خط المحاية، هنعمل كوبي نعمل بولي لاين، مية 20 سنتي، ونعمل ميرور للبنو طبعا 120 سنتي من بايا لبايا، يعني من الإطار الخارجي مش من جوه عشان نبقى متفقين، تمام يا باشمهندسين كده. البنو ده جاي من كتالوج إحدى شركات الفيوتك. لازم البنوهات اللي نحطها أو أي شيء بنحطه في التصميم لازم يكون مظبوط، يعني يبقى فعلا في بنو بالمقاسات دي، احنا مش بنحط عشوائي، هو لازم يبقى باشمهندس فعلا. محمد تقديم امبارح في المحاضرة تمام، أنا بس بأكد عليهم برضه لأن دي حاجة مهمة وفي جدا، فعلا لينك معمول موجود في ملف العمل مظبوط اللي بيوصل عند لك حضرتك. مظبوط بيوصلك تمام بشركات البيوتك اللي تقدر تاخد منها بيوتك يكون مقاساته مظبوطة ونحطها كبانوهات او اي شغل بنحطه جوه البلان. اتفضلي باشمهندس ايمان. هو برضه في نقطة مهمة كان اتكلم عليها باشمهندس محمد، إن إحنا يهمنا المقاس، إن المقاس يبقى موجود، أما الشكل فمش هو قضيتنا دلوقتي لأن ممكن العميل يغير الشكل في الواقع، لكن مهم المقاس.
لان ده اللي بنظبط عليه بقيه الشغل. مهم المقاس يبقى مظبوط، يبقى مقاس حقيقي موجود في كتالوجات الشركات اللي بنتعامل معاها. طبعا كل دوله فيها كتالوجات مختلفه حسب المتاح. يعني هنكمل، هناخد اكس لاين من نهايه البنوه، احنا هنعمل مسافه بين البنوه والبنوه 20 سنتي. هناخد كوبي من الاكس لاين ده 20 سنتي، تمام. هنعمل ميول للبانويه باشمهندسين زي ما اتفقنا. الجزء التاني هيكون عرضه 70 سنتي، طبعا ده برضه من الإطار الخارجي للإطار الخارجي زي ما اتفقنا، احنا شغالين كده يعني. هناخد ميول من البانوه اكس لاين، طبعا في خطوة هعملها بس قبل ما نكمل عشان ما نتوهش في باقي التفاصيل. نعمل اسقاط البنوة في الماسك في البلان عشان بس ما ننساش الخطوة دي. تمام كده يا باشمهندسين، الخطوة دي نفس الكلام، هناخد الإكس لاين ده ونعمل كوبي 20 سنتي، اتفقنا عليها. لازم نوحد المسافات بين البنوهات عشان الشكل الجمالي وعشان ميبقاش الشكل عشوائي. احنا كده هنعمل البانو اللي هو حوالين المايه، اتفقنا ان المسافة 210. ناخد البانو ميرور ام اي، نعمل اسقاط البنوب برضه عشان ما ننساش. طبعا احنا اتفقنا ان في تماثل في الحيطة اليمين زي الشمال، فاحنا ممكن نعمل خطوة لطيفة جدا، ممكن ناخد
البنوهين دول نعمل ميرور وفي. طيب احنا هنعدل شوية في المسافة، يعني المراية دي هتبقى 2 متر 40. تمام، لو كلنا عدلنا المقاس ممكن نكتب 5. هنعدل مقاس المراية ل2 متر و40، لو كلنا عدلنا المقاس نكتب 5. تمام يا باشمهندس أمين، تمام، اتفضلي. أنا بس بنقل البانوهات عشان أظبط المقاس. نتأكد برضو من المسات يا باشمهندسين، لازم نتأكد في كل خطوة. طبعا هنا في 10 سنتي فرق، طبعا هي ال10 سنتي احنا مش هنكبر المية عن 240، خلينا نتفق. ال10 سنتي احنا ممكن نكبر البانوه اللي على اليمين والشمال، أعتقد ده هيكون أفضل. البانوهان اللي على الجناب الكبار كل واحد هيزيد 5 سنتي، نفس الكلام، وده 70 سنتي و125 سنتي، والمسافات 20 سنتي موحدة بين كل بنو التاني. احنا كده كده عاملين تمام كده، كده البانوهات من اليمين للشمال، مسافة موحدة بين كل مسافة بنو. موحدة بين الحيطة والبانوهات وبين كل بنو والتاني نفس المسافة. اتفقنا ان احنا هنعمل بانوهات بلوك. حاليا بنعمل البانو بلوك عشان لو حصل تعديل في المقاسات تاني يظهر مع حضراتكم على طول في كل البانوهات، ما تضطروش ان انتوا تكرروا الخطوات. نعمل سيلكت على البانو، نضغط بيه، ممكن نسميه بيوتيك أو اختصار بيوتك 1 مثلا، نضغط اوكي. تمام، البنود تاني بيوتك 2، تمام كده. كمان البانو بتاع المراية كمان هنعمله بلوك. نسميه بيوتيك 3. أنا بس عايزة خطوة أعملها إن أنا أنقل، لأن دول مش معمولين بلوك، فعشان نبقى ماشيين مظبوط. ستحذفيهم وجيبيهم بالميرور احسن راح تكون، أنا لانه ما انت راح حذفتهم. تصير ميرور لهذوك الاثنين، فحذفيهم ذولا اللي على جهة اليسار وجيبي ميرور من هذوك لانه ما نفس التسميات، تمام فماكو كده، حاجة تسوي كوبي.
تمام الخطوة دي يا باشمهندس عشان نبتدي نعمل القطاعات. طبعا في نقطة مهمة كان نتكلم عليها الباشمهندس محمد في المحاضرة قبل كده، المفروض خطوط العمل تبقى على الديف بوينت. أنا الحقيقة استعجلت واشتغلت، لكن إحنا ممكن لكن لازم نشتغلها على الديف بوينت عشان بعد كده نقدر نطفي الديف بوينت ونشتغل ما دقناش خطوط العمل. هي كمان ما بتظهرش في الطباعة لما بتكون على الديف بوينت. طبعا الديف بوينت موجودة في اللايات، احنا مش بنعملها، هي موجودة اوريدي في اللايات بتاعة الاوتوكاد. ممكن نفتح، افتح بس واريها لكم خطوط العمل دي. زي ما انتم شايفين دي الديف بوينت، وهننقل عليها خطوط العمل. طيب هنكمل يا باشمهندسين. أو ممكن نبدأ في قطاع. تمام. هو طبعا كان المفروض اشتغل جوه البلوك، بس يعني هنشتغل كده دلوقتي. هننقل البانوهات في قطاع. ممكن نطفي الديف بوينت عشان الخطوط هتكتر معانا دلوقتي. تمام الخطوة دي يا باشمهندس. تمام انا همسحها بس هي مضايقاني، لكن طبعا انتوا هتبقى بالنسبة لكم على الديف بوينت. انا بس مش عارفة افتح من هنا واقفل الديف بوينت، انتوا طبعا بالنسبة لكم هتبقى انا مش عارفة افتح عشان الشيل. طيب هنبتدي ان احنا نعمل اسقاط للبانوهات جوه القطاع. بس قبل ما نعمل اسقاط للبانوهات هنشوف الارتفاعات قد ايه، سقوط السقف، مستوى تشطيب الأرضية عشان نقدر نشتغل صح. هنا الباشمهندس محمد حاطط لنا ان ارتفاع السقف 5 متر، طبعا عشان ده زي ما اتفقنا ده مشروع كلاسيك، وطبعا الكلاسيك محتاج يكون فيه ارتفاعات عالية عشان جمال الشغل بيظهر أكتر، ما يبانش كمان إنه زحمة زي ما لاحظنا وزي ما شوفنا في المحاضرة الأولى، إن مهم جدا إن السقف يبقى عالي وإن المساحات تبقى واسعة. اتفقنا هنا إن الارتفاع 5 متر، ده مستوى سقوط السقف هو 50 سنتي، سقوط السقف المعلق 50 سنتي زي ما حضراتكم شايفين. ده مستوى تشطيب الأرضية، الخط ده هو 10 سنتي. تمام كده يا باشمهندسين. طبعا احنا لازم نرسم الوزارة. هنعمل اكس لاين، نكوبي بأكد على حضراتكم نشتغل جوه 15. البلوك علشان الشغل يبدأ يظهر مع حضراتكم في كل القطاعات، ما تضطروش ان انتوا تعدوا. يا باشمهندسين ارتفاع الوزارة هنا 15 سنتي. تمام كده. هنعمل تمام تريم. يبقى نكمل. تمام هنعمل تريم عشان نحدد الخط. في حاجة تانية برضو مهمة، ان غالبا التصميمات الكلاسيك او نيو كلاسيك بيبقى فيه كورنيشة في السقف. احنا عندنا هنا في القطاع احنا عندنا مستوى سقوط السقف بس ما عندناش مقاس الكورنيشة، فاحنا هنحط مقاس افتراضي ان الكورنيشة ارتفاعها او سقوطها 15 سنتي. طبعا هو ممكن يبقى اكتر من كده بس يعني ده، وطبعا هو حضرتكم هتختاروا من الكتالوجات مقاس كورنيشة يكون موجود 20 سنتي مثلا أو 15، وتشتغلوا تحسبوا الارتفاع وتشتغلوا على هذا الأساس. يعني هناخد كوبي 15 سنتي. هو طبعا ده بس مجرد جايد لاين لينا، احنا مش هنشتغل في السقف بس عشان نقدر نقسم البانوهات. تمام كده يا باشمهندسين الخطوة دي. هنبتدي بقى نعمل اسقاط. احنا كده المقاسات بالنسبة لنا فاضل، هنبتدي نعمل اسقاط للبانوهات. بس طبعا احنا البانوه ما بنلزقوش في السقف،
او في الكورنيشة، او بنبتدي او بيبقى يعني مش بيبقى على طول فوق الوزر على طول، لا بيبقى في مسافة. فاحنا هنتفق ان احنا هنسيب مسافة 20 سنتي، في مسافة 20 سنتي من تحت الكورنيشة ومسافة من فوق الوزر. تمام يا باشمهندسين؟ الوزرة 15 سنتي يا باشمهندسة أميرة، والكورنيشة كمان 15. نعمل خط نشتغل عليه على ارتفاع 20 سنتي عشان نقدر نظبط ارتفاعات البانوهات من فوق. كمان ناخد كوبي لخط الكورنيشة 20 سنتي. تمام كده، احنا كده حددنا الإطار اللي احنا هنشتغل فيه من حيث ارتفاع البانوهات. فاحنا كده هنعمل اسقاط، نسقط البانوهات اكس لاين. كوبي وطبعا انا بعمل اسقاط للبانوهات، عملت اكس لاين بعيد على حضراتكم تاني، وبعمل له كوبي على كل بانو. تمام الخطوة دي يا باشمهندسين شغالين معايا. هنرجع نقيس المسافة عشان نعرف ارتفاع البانو هيكون كام. من بداية الخط ال20 سنتي اللي ارتفاعه 20 سنتي فوق الوزرة، الخط اللي سقوطه 20 سنتي من تحت الكورنيشة، فهنلاقي الارتفاع الموجود عندنا 3 متر 80. وطبعا ممكن الارتفاع ده بقى إيمان بدل ما حضرتك اللي تقولي لهم تسأليهم. تمام. طيب أنا عندي سؤال بقى، إحنا كده يعني في رأي حضراتكم هل هنقسم البانو إلى جزئين ولا نعمل بانو واحد؟ عايزة رأيكم يعني. ممكن توضيح يعني كيف؟ يعني بص يعني خلينا نعمل ريكتانجل هنا. يعني بهذا ال 1125 قصدك؟ 3 متر ونص يا باشمهندس. لا هواية، لازم يحتاج له. باشمهندس لبيب معلش ممكن أوضح أنا حاجة، ممكن احنا أغير اللون عشان يكون واضح. خلينا متفقين إن المسافة اللي بنسيبها بين البانو والحيطة والبانوهات وبعضها هي نفس المسافة اللي بنسيبها بين البانو والوزرة والكورنيشة في السقف. فقبل ما نرد على السؤال باشمهندسة إيمان ناخد بالنا من النقطة دي، المسافة اللي بنسيبها بين البانو والحيطة والبانوهات وبعضها هي نفسها المسافة اللي بنسيبها بين البانو والوزرة والكورنيشة في السقف. اتفضلي باشمهندسة إيمان. طيب احنا كده اتفقنا ان مقاس البانو اهو اللي انا معلمه عليه دلوقتي على الشاشه 3 متر 80، وطبعا ده عالي جدا. عندنا مقترحات، هي دي الفكرة من الهدف أو الفكرة من التطبيق العملي مع حضراتكم، إن انتوا بقى دلوقتي احنا بنخلق أفكار، في ناس بتقول هنعمل بانو واحد، وفي ناس بتقول نعمل بانو كبير وواحد تاني تحته صغير، وفي ناس بتقول نعمل بانوهين اتنين بنفس المقاس عشان خاطر واحد بس هيكون كبير جدا.
يبقى احنا حلو. هنا بنخلق مع حضراتكم فكرة ان انتوا تقدروا من التصميم الواحد تبتكروا اكتر من فكرة. المهم ان هي في النهاية المقاسات تكون صحيحة نراعيها والشكل العام يكون لائق. اتفضلي يا باشمهندس ايمن. اه طبعا يا استاذه ضحى، يكون مريح للعين، ما احسش بزحمه، احس ان التصميم يعني شكله جميل، وطبعا يعني يبقى مناسب للمكان في نفس هو الوقت. الأغلبية شايفة إن إحنا نقسم التلت والتلتين. تمام، هو ده اللي انا كنت عايزه اسمعه. لان خلاص يعني احنا لو يلا بينا. بصينا، لو كنا رجعنا الصور، شوف اللي شفناها في المحاضره الاولى، هنلاقي معلى الارتفاعات العاليه دايما بيقسم فعلا التلت والتلتين، عشان لما بيبقى فيه شباك بيحط تحت الشباك، بيبقى ملتزم بجلسة الشباك، ودي حاجة مهمة ان يبقى فيه تماثل. يعني احنا عندنا حيطة موجودة في الملف ده فيها شبابيك، فلازم ناخد بالنا من النقطة دي. تمام يا باشمهندسي؟ طيب تمام. هنبتدي نشتغل في البانوهات بولي لاين. خلينا نتفق ان احنا هناخد ارتفاع البانو اللي تحت 80 سنتي، احنا كده خدنا 80 سنتي، بس هنظبط على الحائط. هنحدد الأول الإطار الخارجي، وبعدين نحدد ناخد سمك البانو. طبعا احنا هنشتغل بولي لاين، ده هيبقى أسهل علينا في الشغل. تمام كده. تمام، بالنسبة للبانو العلوي هناخد مسافة بين البانوهين، هناخد 15 سنتي، ممكن ناخد 20 سنتي، يعني ممكن نشتغل على 20 سنتي عشان احنا عندنا مسافة، يعني ففي إمكانية ان احنا نشتغل على 20 سنتي، هتكون كمان متوافقة مع المسافة اللي بين البانوهات، فممكن نشتغل عليها. هنعمل كوبي. طبعا من خطوة مهمة ان احنا ما ننساش نسيب الشغل واحنا شغالين. طيب تمام كده يا باشمهندس، انا هغير لون البانو شوية عشان الخطوة دي. تمام، هو بس لو تمام 14 احنا كده قسمنا، بس لسه ما عملناش سمك البانو. ده أول جزء، ده أول فريم، وده تاني فريم. طيب هنكمل نعمل سمك البانو، نعمل اوفست. طبعا مش هناخد الستين، احنا هناخد سو، نعمل كده. وعلى سمك البانو اللي كنا عملنا اسقاطه من تحت زي ما حضراتكم شايفين، نفس الكلام، اوفست هنا. الخطوة دي تمام يا باشمهندسين، نفس الكلام في باقي البانوهات، وطبعا هنحافظ على نفس الارتفاع اللي هو 80 سنتي.
كده عملنا برضه الإطار الخارجي، هنعمل أوفست. باشمهندس أمين، احنا ممكن بعد الخطوة دي مثلا نوقف شرح ونخليهم هما يكملوا بقى الباقي كتاسك، عشان ما نبقاش سهلنا عليهم الموضوع تماما. عايزين نشوف تمام نتائج كده خلاص، محاضراتنا. يعني احنا كده أنا عارفة أنا فاضل حاجة بسيطة، بس أنت عارفة حتى في نظام محاضراتنا بنعمل الشغل بنسبة 60 ل 40% تمام. أو 70 ل 30، هي اعتقد كده الفكرة ف 70% بقت في واضحة، المحاضرة و30% الفكرة كتاسك. واضحة واتفقنا في تماثل في الحيطة، يعني هي ايدنتيكال، يعني مفيش احنا مشاكل. كده كمان اتفقنا ان احنا ننتظر نشوف تصاميم مختلفة بقى من افكارهم لتقسيم البنوهات. اهم حاجة ان احنا نراعي نسب. في ناس بتسأل حضرتك بس قد ايه الاوفست قد ايه؟ هو الأوفست هو البانو ده عرضه 6 سنتي اللي أنا حطاه، حسب البانو اللي هتحطوه حسب عرضه قد إيه. تمام كده. بس هو في الأوفست لما يبقى فيه خطين، يعني في أوبشن إن هو بيقول لك ثرو، فأنت تعمل سيلكت على أي خط تاني فاعمل لك الأوفست، لكن هو البانو ده 6 سنتي، ولو قسنا الخط ده السمك هيكون 6 سنتي. طيب في حاجة تانية بس يا أستاذة ضحى، إن في ممكن إن إحنا في أوبشن إن إحنا نعمل جوه البانو ده بانو تاني. ما هي دي بقى الأفكار اللي احنا عايزين نشوفها يعني منهم. في أفكار كتير، أيوه أنا مستنية إن شاء الله إن إحنا نشوف إبداع بإذن الله. هتلاقي عليهم الأمور تماما. كده كده احنا هنساعدهم في إحنا المتابعة. بس مجرد وضحنا طريقة الشغل، بالظبط. أعمل أفكار فهي هتبقى كتير جدا إن شاء الله. تسلم ايدك يا باشمهندسة إيمان، الصراحة بذلتي مجهود كبير جدا وكنت هادية جدا جدا في الشرح، ومشيتي معاهم خطوة بخطوة من البداية خالص. عدلنا حاجات كتير، ادينا أفكار كتير. إن شاء الله الشرح يكون في ميزان حسناتك. أتمنى يكونوا استفادوا بإذن الله. شكرا يا باشمهندسين، وسعيدة جدا إن أنا كنت مع حضراتكم النهارده.